إن جاك ولد سموه موضي. سجل هذا المثل قصة المحسنة موضي العبد الله البسام، أم المساكين، سيدة الأعمال الخيرية في عنيزة، المرأة ذات الشخصية الشجاعة في النصف الأول من القرن الرابع عشر هجريا. لجاك ولد سموه موضي، نعم، هذا أصله أحد واحد من أهل عنيزة. في عام 22 جاء أمطار كثيرة، سقطت بعض البيوت، من بين هذه البيوت بيت رجل، هو كان محتاج إلى جريد وربما إلى خشب أيضا، فعجز أن يجده وما أحد أعطاه، فبعضهم أشار عليه بالمحسن، راح فعلا وطق عليها الباب على طول، قالت له الرحلة مزرعة السفيلة وأخذ كل الأراضي اللي يبيها. فأسأله واحد وقال له يعني وش الأخبار وكذا، قال إلا جاك ولد سموه موضي. بإحدى زيارات الملك عبد العزيز رحمه الله لعنيزة مجلس الأمير، قال له واحد إلا جاك ولد وش تسميه؟ قال واحد عندهم كل عبد العزيز، يعني احتراما للإمام، قال لا إلا جاك ولد سموه موضي. فأعجبت الملك عبد العزيز الله يرحمه وقالوا نعم وليت كل الحريم مثله وكذا. رغم ما مر على هذه السيدة المحسنة من وجع الدنيا، عاشت يتيمة بعد أن توفي والدها في أواخر القرن الثالث عشر هجرياً. اجتاح الموت والوباء منزلها ليأخذ من بين يديها ابنها الأكبر وبناتها الأربع بشكل متتالي. لم تتخلى عن مبدأها الذي تمسكت به منذ الصغر، الإحسان والوقوف بجانب المحتاجين. نمت مالها الذي ورثته من أبيها لتكون أرباحه في سبيل إطعام فقير وإحسان لمحتاج وتؤوي الخائفين. وهبها الله الإحسان، فكانت تحسن إلى الناس، يعني توزع شيء من التمر وشيء من العيش وهكذا، وتعرف أحوال الناس، هي تعرف الأسرة الفلانية والفلانية، وأغلب الناس يعني فقراء أو دون الوسط، فكل يحتاج. ولهذا بعضهم نقال بأن والديه قال له لولا فلانة لمتنا من الجوع، والمحتاجين في ذلك الوقت كانوا كثيرين. مثلا في عام 18 هجري كانت موقعة الصريف، انتصر الأمير عبد العزيز المتعب وبالغ في إيذاء الناس وتتبع أهالي الكويت وهكذا، فقسم منهم يعني هرب منه والتجأ إلى عنيزة فآوته. مضت فترة وهي كل بعد أسبوعين ثلاثة ترحل واحد، تأمل له بعير وكذا وسلاح ومعونه ويسافر. موقف فيما يتعلق بالمماليك، اعتقت أكثر من واحدة من جواريها، وليس فقط مجرد العتق، كونها تعتق الجارية وتخرجها إلى السوق معناها أين تسكن؟ كيف تعيش؟ لكن كثيرا ما تشتري بيوت صغيرة وتسكن فيها، بل أعظم من هذا أحد جواريها تزوجت رجلا وذهب إلى البحرين، يبدو أنه للتجارة وكذا، ولكنه أطال المدة هناك وتأخر، فكانت تتضايق زوجته كثيرا، وهي كانت جارية للمحسنة. فكانت رحمها الله، كانت المحسنة تكتب كتاب كأنه من البحرين من زوجها، وتكتب فيها العبارات المناسبة لا شك، وبعض الهدايا أيضا وترسلها إليها، فلا شك أن هذا يخفف عنها، وهذا من إحسانها رحمه الله. في مجتمع غلب عليه الأمية، تعلمت القرآن والعلوم الدينية لترسم خارطة طريقها في ترسيخ تجارتها لمجتمعها، ونسجت شخصيتها مشهدا لدور المرأة وقيمتها منذ أكثر من 150 عام. عاصرت تقلبات سياسية وأحداث جسيمة لتكون مضرب المثل وتلقب بأم المساكين. أحمد العثمان، MBC القصيم.